يناسب المكان هذا، هذا مكان منخفض. خلينا عليه جلو. راح نستخدم ايضا عسل ثعبان، هذه لاول مره. كثيرين من اصدقائنا ما يعرفون هالطريقه هذا، لان يعني ما كنت سويت فيديو عليه، لكن حاليا راح اشوف مال الفيديو حتى تعرفون بها ايضا فائده اخرى. تسد على التاير، تسده مسند، او تقدر تسده بهالمكان التاير. حصلت على مسند، هسه حاليا انت تقدر تسحب القبضه بهالشكل هذا، راح يطلع لك هذا المكان النصي. صار عندك اداه ثانيه بالطريقه هذا، شوف تسحب هذا، تبدأ تسد بالطريقة هذا إذا تحب. بين حلقنا نلاحظ هذا عيطل عنا، هذه الحافية مال التمر عيطل عنا بالسحب.